مرحبا بكم متابعينا، نحن بنتواصل معاكم عبر فقرات 24 جراد. وصلنا معاكم الى ترند، وترند هذا المساء بالتاكيد الحديث عن الحريات في الاعلام وفي الصحافة على العموم بيحتاج انه في كل مرة نحن نفتح الملف ده ونتكلم عن الجوانب لوجود احداث جديدة، لوجود متطلبات مختلفة، لتطور المراحل نفسها. احنا هنتكلم عن حرية الاعلام في امتحان ما بعد الثورة والمنتظر منه بالتأكيد كثير، واحنا هنحاول نعمل قراءات هل ارضى الاعلام تطلعات المجتمع ورغبته في شكل الإعلام العايز، وخصوصا أنه المتلقي السوداني بكافة أشكال التلقي ومستهدف من مؤسسات أخرى، مؤسسات دولية عبر للحدود بتقدم له رسائل إعلامية بتخلق منه تابع لها، ودي حاجة بنعرفها نحن أكثر بما أنه نحن شغالين في مجال الصحافة والإعلام. سعيدة جدا أستضيف الصحفي الأستاذ أيمن بدوي. مرحبا بك، مساء الخير. أهلا ومرحبا بك أستاذ ميتون، ومرحبا بالقائد العامل، ومرحب بالسادة المشاهدين. طبعا من باب التحيز كده بحس انه المسؤولية المطلوبة من الصحفي كبيرة شديد يعني، وهو بيشتغل في ظروف ممكن تكون صعبة وبيعاني من بيعاني والمجتمع من قطوعات للكهرباء، من يعني التضخم اللي حصل في الاقتصاد وغيره. فمرات يقوم يجيك ضيف يقول لك والله احنا يعني انتوا دوركم كإعلام ضعيف يعني، وانا بحس بالحسرة من باب انه انا عارفة احنا نشتغل في اي ظروف. عموما خلينا نقول ان احنا هل الان بنعمل في ظل اعلام حر؟ ارتبط الاعلام بصوره كبيره جدا جدا في السودان. نعم. في المرحله بتاع الشد والجذب خلقت قوانين النظام الفايد اللي طيرت حريه الصحافه بكل انواع، واذا حتى لو ما كانت رقابه قبليه مباشره رقابه فرديه، قد يتعرض الصحفي الجريء او تتعرض المؤسسه الصحفيه الحره لمضايقات قد لا تكون في العلن، حتى تؤثر على سمعه الحكومه خارجيا او مع تدخل الجهات الخارجيه او لتحسين الصوره. فدائما قاعد تتم المضايقات عن طريق حجب الإعلان عن الناشرين في الصحف أو القنوات أو الإذاعات، عن طريق مضايقة الصحفي نفسه في حاجات كثيرة، حرمانه من حقوق كثيرة، حتى واحدة من الحاجات اللي ممكن تفرض منها من حقوقك كصحفي في امتلاك منازل للصحفيين، في تمليك السيارات، يعني توزع في الخدمات حسب المجتمعية المقدمة حسب الولاءات. فأنت بيضيق عليك الخناق في المرحلة دي عشان ما تتحول لصحفي حر وتمشي على الوتيره اللي هي حباها الحكومه. بواضع يعني افرزته لنا سياسات النظام السابق في تعاطيها مع الصحافه او مع الاعلام بصوره عامه. نعم. نحن تحولنا لمرحله ثانيه من مرحله الحريه. الان اصبحت الحريه ما حريه الصحافه فقط، الحريه بتاعت راي عام لكل الناس. شفناها في كل المواقف، كل الحياه، البلد بتعيش في مرحله بتاعت حريه منفتحه. حريه يعني ممكن تقولي عليها مفيده ومضره، لكن هي متنفس، هي وضع جديد. لكن إلى الآن أنا بقول إنه الصحفي حقه في المدونين على مواقع التواصل أو حتى في الصحف أو حتى في القنوات أصبحت في حرية في إنك تنتقد الحكومات، تنتقد المؤسسات، تنتقد كده بكل أريحية. لكن إحنا خلينا نحط نقطة عشان نقوم نعرف بها مفهوم حرية العمل الإعلامي، لأنه الحرية المطلقة ذاتها هي ما مطلوبة في العمل الإعلامي، لأنه أنت ما بتقدر تقول أي حاجة، ممكن تعرض بلدك للخطر مثلا. زي ما الحرية يعني هي مطلوبة، كمان الحدود فيها في بعض الحاجات برضو مطلوبة، لأنه أنت زي ما أنت عليك يعني مسؤولية عليك أيضا يعني حقوق واجبات، يعني الأمر ما سهل، لأنه محتاجين الناس الآن تعرف يعني شنو حرية صحافة، يعني شنو حرية عمل إعلامي. طيب أنا بتكلم عن إنه الحرية بصورة عامة بتاعت هي ما في الصحفي أو الإعلامي هو المنظمه الحرية، لأنه هو الناقل للمعلومة. صحيح. للمؤسسة، أنت ما بتقول المؤسسات الإعلامية عندها حرية، بتقول حرية الصحافي.
أو حرية الناشر أو حرية النشر الصحفي في أي مكان كان. فالقانون حدد حتى في يعني أنا بتكلم عن حسي الحاجات الحاصلة في العهد السابق هي موجودة في القانون. القانون في المادة 27 واضح يعني وضح حتى قانون الصحافة والمطبوعات في حرية حق الصحفي في الحصول على المعلومة وتوفيرها من كل يعني أي موظف عام يمتلك معلومة يجب أن يملكها للصحفي إلا إذا اندرجت هذه المعلومة تحت بند الممنوع من النشر أو لأسباب تخص الأمن القومي أو كده كده. حتى الصحفي ما من حقه إنه ينشر المواد المضرة بالأمن القومي أو بتثير النعرات أو بتثير الحاجات في محددات للحرية المحددات في محددات إنك أنت يعني الأمن القومي يعني المقصود به إنه ما بعرض معلومات البلد للمجتمع الخارجي تضر الأمن القومي بتاع الدولة ما تثير أي قضايا أو أي في إطار الحرية الممنوحة لك إنك تثير قضايا قد تشير إلى نعرات قبلية أو دينية أو هكذا يعني الممنوعة من النشر دي بضرب المجتمع فإنت طالما صحفي عندك حقوق كفل لك القانون يجب أنك تتقيد ببعض الواجبات صحيح. اللي بيطلبها منك نفس القانون في أنك أنت تكون في حتة بتاعت أنك تحفظ للقانون حقه وتحفظ للتشريعات اللي منحت بموجبها أنك أنت تكون عندك حرية والحماية اللي وفرتها لك نفس القوانين نفس الميثاق أو نفس القانون بتاع الصحافة والمطبوعات اللي وفروا لك أنت هنا بيجي دور الجيت كيبر أو حارس البوابة يعني هو المفروض الشخص اللي بيقدر يعني يوجه العمل الصحفي بحيث انه يكون في موازنه ما بين الحقوق والواجبات شخص داخل المؤسسات الاعلاميه ولا من الدوله هو طبعا الجيت كيبر احيانا ممكن تكون انت جيت كيبر لنفسك او حارس بوابه لنفسك لكن في كثير من المؤسسات كان موجود لفتره طويله طبعا الجيت كيبر كان اول حارس البوابه كان موجود من الدوله في المؤسسات لكن دي الرقابه القبليه اللي هي القبليه اللي هي نعم لا الحارس أو الرقيب طالما أنت أديت حقوق لرئيس تحرير أو لصاحب قناة أو إدارة هو المسؤول من النشر هو المسؤول لما شوف تخيلي لما تكتب في الجريدة أي قضية تصل للمحاكم وخصصت نيابة الصحافة والمطبوعات ما عندها علاقة بالنيابات الثانية ما عندها علاقة بالحاجات الثانية هي بتفتي في بتفصل في الحاجات دي لما تتهمي أنت كصحفية بأي قضية نشر بيكتب الرئيس التحرير متهم أول صحيح وبيكتب الصحفي كاتب الموضوع صحيح. هو متهم ثاني هو الرئيس التحرير هو المسؤول هو الحارس هو الجول كيبر الجيت كيبر اللي بتكلمي عنه بالنسبة لنا في دراسة الصحافة نفسها في التخصص بتاع دراسة الصحافة الجيت كيبر هي مجموعة من القيم والمحددات يعني ما شخص شايل لكن يعني لكن القيم دي ما في تجربة إنسانية ولا في مجال بتعمل فيه بشر ما فيه أخطاء صحيح لذلك صحيح. لما يوضع الرئيس التحرير كمتهم أول لأنه هو هو المسؤول هو المنوط به إنه يراجع ما نشر أو ما بث عبر القناة أو ما عبر الإذاعة عبر أي وسيلة إعلامية في شخص مسؤول يعني اللي أنا ممكن أتهم سوداني 24 كجسم اعتباري عام لكن بجيب مشرف البرنامج العمل أو مدير القناة ووجه له اتهام بالإضافة لمنه أنت كمذيعة أو المعيد أو المعيد كأيمن كمون أو كده منتج ومعيد أيوة وانت عايز تورطيه لكن برضه يجيبوك انت فممكن يقول ما عدى لك الحاجه قاعد نمشي احنا ما عندنا مشكله ما قاعد نخاف يا استاذ ايمن مشينا كثير ومستعدين نمشي في قضايا قضايا الانسان نحن ليه ذاته نتكلم يعني عن انه لينا مش نحن في قضايا احنا في الظروف الصعبه كنا بنواجه وبندفع الثمن يعني طبعا لكن خليني انا داير اتكلم لك عن الحته بتاعت حارس البوابه دي لانها زمان كانت موجوده في ايام على العهد البائد موجوده في شخص بيجيك لابس يعني احيانا بيجي لابس زي رسمي يعني وبيقعد لك وموجود داخل المؤسسة الصحفية طبعاً. وعنده القرار هو اللي بيشرف على البرامج هو اللي بيشرف على الصفحات الصحفية أي عادي ممكن الصحيفة بعد ما تمشي الطباعة يجي يقول خلاص ما يعني ما تتوزع يعني كان ممكن يوقفها قبل ما الزول صاحب الصحيفة يخسر فيها لكن أنا عايزة أتكلم عن الموضوع ده من جانب نفسي إحنا في فترة اتضغطنا بالذات الناس اللي اشتغلوا في عهد النظام البائد ضغطنا ضغطة ما طبيعية وبيجي عندنا شنو يعني بنحاول نتحايل على الحاجات دي
المفروضة علينا بحيث إنه نقدم المعلومة، نقوم بدورنا المطلوب مننا اللي هو يعني نوصل المعلومة، نكتب الخبر المقدس اللي درسناه ونوصل الرأي الحر، وكمان كلمتنا اللي التزمنا بها بتوصل الخبر المقدس في عهدهم. نعم، لكن الرأي الحر ما بتوصله. أديك سؤالي يا أستاذ زي ما أنا ما عندي أي مشكلة أتكلم معك في كل النقاط. سؤالي عن إنه هل تحول مفهوم حارس البوابة ده لحاجز نفسي عندنا كصحفيين؟ يعني بيجينا برانا نخاف، يعني مثلا واحد مننا بيكون داير يكتب الحاجة يقوم يخاف يقول والله ممكن الرقيب ياخدها. لا، الموضوع ده كحاجز نفسي ما موجود. انا افتكر انه تجاوزنا الحتة دي. انا افتكر انه القبيلة بتاعت الصحفيين والإعلاميين بصورة عامة متمردين في كل مجالاتهم المتواجدين دول. نعم. يعني ديل الزول الصحفي الشريف. نعم. اللي أصلا كان بيصارع النظام السابق عشان يوصل معلومته وعشان يكتب رأيه الحر، على الإطلاق ما حيكون عنده حاجز نفسي في التعامل، بل بيلقى نفسه إنه انطلق أكثر، قادر يبدأ عنده حاجات كثيرة ما كان قادر يقولها. لكن الحاجة دي انعكست برضو نوعا ما. نعم. على الناس اللي بقت ما عندها انضباط. يعني انت بدل ما كنت مضغوط خالص انك ما تكتب وانت قاعد تكتب. نعم. وفي بالك انه هل الفقره دي حتوديني المحكمه؟ لا، الفقره دي حتجيب لي جهاز الامن يقبضني؟ لا، دي حتقفل الجريده، رئيس التحرير حيرفضها. وانت بتكتب في تقرير او بتكتب في عمود صحفي بتكون في بالك ان الحاجات دي هل حتمر ولا ما حتمر. كان الضغط النفسي هناك اللي هو اثر حقيقي على اباء الصحافه او على الاعلام بصوره عامه. نعم. لما انت حسي بقيت في فضاء حر، الحاجز النفسي اتكسر بالنسبة للزول الحقيقي. نعم. اللي كان بيفتش عن حريته الصحفية. نعم. لكن في ناس ما كانت بتفتش عن حريات الصحفية، كانت أصلاً أوردي هي خايفة. صحيح. يعني أنت مش كنت خايف، لكن كنت بتخاف على مؤسستك، بتخاف على إنه حياتك ما تصل. صحيح. لكن في زول كان خايف على حاجات، خايف ودل معه عذر إنه هو خايف إنه يتقبض أو خايف إنه يتقطع أكل عيشه. صحيح. ده ممكن تعذره، لكن في زول خايف إنه تقيف منه الحياة كانت بتدفع له الامتيازات. صحيح. السفر مع في ناس فقدت امتيازات ما دايرة تفقد امتيازات، وفي ناس. صحيح. ما قادرة تفقد وظيفتها، في فريق. نعم. بين الحاجتين. نعم. ديل لما أنت تتحرك للمرحلة الثانية اللي كان خايف يفقد الامتيازات. نعم. بقى الآن. نعم. يعني بقى مضر. صحيح. يتحول لمرحلة بتاعت انفتاح. نعم. بقى يكتب حاجات حتى لا معقولة. نعم. ودي هسي بتضرب الفترة الانتقالية اللي ماشيين فيها نحن. نعم. الآخر. نعم. اللي كان بيصارع في إنه يكون صحفي حر حقيقي هسي أصهر قدراته كصحفي حر. صحيح. طيب أحيانا حرية الصحافة نفسها وممارسة العمل الصحفي وأخذ صفة صحفي حر قد تعرضت لمشاكل كثيرة، قد تصل لمرحلة الضرب زي ما حصل مع زميلنا علي الدالي. نحن بنقول له مساء الخير، هو موجود معنا الآن عبر الهاتف. عايزين نتكلم في نقطة مهمة جدا اللي هي هل الآن الصحفي السوداني آمن، بيقدر يستطيع يمارس عمل الصحافة بحرية دون تعرض؟ أول حاجة نطمئن على صحة زميلنا علي الدالي. سلام عليكم أستاذ علي. نعم، الخط قطع، إحنا هنعاود الاتصال به مرة تانية. أخذ منك إجابة عن هما اثنين في بالمناسبة معك، لكن نعم. الزميل علي الدالي والزميل محمد مصطفى. صحيح. اللي تعرض برضو لنفس الحاجة في في, في, في في القاعة الصداقة. صحيح. الحاجات دي هنتكلم عنها باستفاضة. نعم. وهنتكلم عنها بصورة أكثر. نعم. لكن قولك ذاك إذا كنت الآن معنا الزميل علي الدالي. مساء الخير. مساء الخير أستاذ علي، كيف الحال؟ إن شاء الله طيب. طيب إلى ما نحن يعني نتواصل معه بطريقة أفضل، خلينا نتكلم عن مساحة الأمن المفروض يشعر بها الصحفي عشان ما يقدر يمارس عمله الصحفي نفسه، إنه ما يكون خايف. يعني زمان مثلا أول حاجة عرفناها إنه بطاقتك دي حماية لك، وكونك أنت تلبس جاكيت مكتوب فيه صحفي حتى في مناطق الحرب ما مفروض أنت تتعرض لضرب أو يتم يعني مصادرة كاميرتك أو يعني يصادروا منك مادتك الصحفية الشغال فيها. لكن مع الأسف إحنا شفنا الحادثة لزميلين، وهي بتمثل لنا مشكلة كبيرة جدا في ممارسة عملنا بطريقة صحيحة. شوفي أنا عايز أقول حاجة، الناس لازم تفرق في حاجة عداء بتاع مؤسسات تجاه مؤسسات. نعم. وفي عداء بيخلقوه أفراد من المؤسسات تجاه أفراد من مؤسسات تانية. نعم. الناس تشوف المشكلة كانت شربكة شديدة يا أستاذ أيمن. نعم. هو هل هو سلوك أفراد أم سلوك مؤسسة؟ نعم. المؤسسة لما في مؤسسات ممانعة بالمناسبة كده ممانعين؟ لا، في مؤسسات عندها. نعم. خوف من الصحفيين، عندها عداء. صح. بتفتكر انه الصحفي هو
سبب بلاوي انه صحفي والمؤسسات الاصلا خايفه على وضعها. لكن انا داير اتكلم في نقطه معينه انه السلوك الان احنا بنعيش في وضع بتاع حريه بتاع الصحافه. المؤسسات كلها ما بتقدر تعمل معك زي ما كان بيبقى زمان. الان ما في جهاز امني بيجي بيعتقل زول من داخل جريده. الزميل علي الدالي انا شاهد على حادثه من داخل الجريده. جهاز الامن بيدخل لعلي في مكتبه وبيسوقوا قدام الزملاء وشايلين كلاشات وشايلين سلاح وبينزلوا بيركبوه في بوكس ونحن ما قادرين نعمل حاجه. نعم احنا شاهدنا الحاجه دي كثير شفناها نحن يعني علي تعرض لها كثير. هو الان موجود معنا في الهاتف نحاول نتواصل معه عشان ما نفقد. نعم. استاذ علي مساء الخير. الف حمد لله على السلامه استاذ علي. السلام عليكم استاذ علي سامعنا؟ طيب لحد ما نتواصل معه. قلت لي انت كنت شاهد عليه. انا شاهد على الحادثة اللي حصلت لعلي. نعم. وحدثت لزملان كثير حصلت لنا احنا. نعم. بصورة شخصية احنا ما دايرين نقول احنا ابطال وحصلت لنا لكن حصل لاستاذ علي. نعم. نحن كنا شاهدين عليه في جريدة الجريدة حينها. يعني حتى الصفاقة او الحاجة اللي وصلت بالاحتقار للاعلام وللصحافة ولشخصية الصحفي انه زمان ممكن تقبضوك في الشارع في مناسبة يلفقوا لك تهمة أو تتقبض أو يترسل لك استدعاء. صحيح. إنك تجي إدارة الإعلام في جهاز الأمن يستدعوك أو تستدعيك النيابة أمن الدولة. صحيح. الحاجات دي كانت بتتم كده. نعم. لكن لتصل لمرحلة إنه حتى احترام للمؤسسة الصحفية للصحفيين المتواجدين داخل المؤسسة احترام للمواثيق الدولية أو لقانون الصحافة والمطبوعات إنك تدخل داخل مؤسسة وتقتاد صحفي انت. نعم. بدون بلاغ بدون امر قبض. يعني ما في زول بيبرز لك امر قبض انه احنا نعرف انه الشرطه خلينا نقول بس عباره قبض. يعني كان ما كانوا بيجوا بطريقه كويسه ولا بيتكلموا كويس. نعم. لانه المفروض اللي بيحتقل صحفي ده مفروض على الاقل يكون عنده مفردات تقول له لو سمحت يا استاذ احنا ده حقه حتى في القانون. لكن بيتم التعنيف وبيشيلون بيرموهم في البوكس كانما هم يعني هاربين. انا ديك يعني انا بس مندهش لها في حقوق. نعم. يعني انا اقول لك صراحه نحن عشنا في فتره بتاع اتحاد صحفيين او نغاب الصحفيين. نعم. لا وجود لها بتخدم اغراض النظام السابق. يعني اذا كان نحن عندنا نغابه تاع الصحفيين او عندنا اتحاد حقيقي بيعبر عن الصحفيين الاحرار المتواجدين في السودان ما كان حصل لكل الصحفيين في العهد السابق. وان كان ممكن كان يحصل في ظل حكومه ديكتاتوريه لكن كان حيكون اقل. ليه؟ لانه اتخيل معي انه في اتحاد صحفيين ما بيدافع عن صحفي. يعني لما قبض علي او قبض غيرهم او صحفيين ضربوا في الشارع من قبل الامن اتحاد الصحفيين ما كان بيقدر يطلع بيان عشان يدافع عن احد منسوبيه. ما بيقدر يطلع. اتحاد هو اتحاد صحفيين تخيلي ما بيقدر يعمل كده. لما انت تغارن النقابات في الدول الثانية. نعم. بدون تسمية بتلقى انه في نقابات قوية قادرة تدافع عن منتسبيها. نعم. في يعني على الاقل كانت الحاجات بتتم بصورة ظريفة او لطيفة. يعني ممكن اعاقبك لكن بدون ما اسير الرأي العام بدون ما استفزك واستفز زملانك. نعم. بطريقة اخرى لكن كانت بتحصل بكل الطرق. يعني ممكن تتقبض قدام زملائك ممكن تتضرب ممكن قدام أولادك ممكن قدام أهلك ممكن في مؤسستك ممكن في أي حتة تتعرض لنفس الحاجة. في حلقة مفقودة وكانت. نعم. كان النظام السابق مصير إنها ما تصل وده الطبيعي إنها مفروض تصل. أنا أفتكر إنه المؤسسات النظامية أو الجهات النظامية كلها في الدولة بدون ما تسمي كل المنوط بها إن حماية المواطن أو حماية الوطن أو الحماية العامة للممتلكات هي جزء لا يتجزأ من تطبيق القانون. التعامل أنا أفتكر إنه كان مفترض أي 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 الشرطة الأمن الجيش كلهم المنتسبين لهذه المؤسسات يجب أن يعرض عليهم قانون حصانة الصحفيين والمحاميين وكل المدنيين اللي عندهم حصانات. نعم. وهم هسه في الدولة السودانية. طيب أيضا بفتكر أنه الحصانة عند الكاكي بس. أستاذ علي معانا في الهاتف ونحن طبعا من قبل بنحاول نتواصل معه وما قادرين. أستاذ علي مساء الخير. يا رب أنت كويس أستاذ علي. يبدو أن احنا لسه بنحاول انه ندخله عشان كده بضطر اوقفك. انا اسفه جدا زي ما مقامك محفوظ يعني بس لانه عايزين ناخذ متشوقين نسمع القصه منه هو شخصيا.
على العموم احنا بنتمنى يكون هو بصحه جيده، ونتمنى انه الامر ده ما يحصل لاي صحفي، لانه التعويل على الصحافه كبير جدا، لانه الصحافه هي اللي بتحكس مدى تطور ونماء المجتمعات. فاذا الصحفي اللي بيتعرض لمشاكل مرتبطه بسلامه شخصه وأمنه الشخصي، بالتأكيد الأمر ده حيأثر على محتوى المنتوج بتاعه. أنا وقفتك في نقطة لكن ما حمشي لبعيد، كل المشاكل اللي انت ذكرتها دي أكيد عندها انعكاسات على المادة المنتجة. فهل بتعتقد أنه يعني الصحفي الآن بيقدر يقدم مادة كاملة ما فيها أي تأثيرات خارجية، ولا لسه إحنا عندنا مشاكل؟ الآن إلا من أبى الآن. طيب اللي بيحاولوا بالضرب كيف؟ لا انا بتكلم لك عن الضرب. ما في، لو انت مشيت مؤسسه من حقك في القانون انه يفترض انا لما هسي انا دار اربط لك الحاجه دي بنفس الكلام كنت قاعد اقول فيه، يفترض انه كل الجهات النظاميه انها تعرض القوانين بتاعت انه في مدنيين في الدوله دي عندهم حصانات، عندهم حقوق، يعني ما تتعامل معاهم كمجرمين او تتعامل معاهم كناس ساي. انت طالما عارف انه في زول عسكري، كلنا عارفين انه عسكري عنده حصانه، لو طلع بطاقته، لو لابس ملكي طلعها في اي مدخل بيدخل، لو في الشارع بيوقف بتاع مرور ببطاقته بيمشي، كامل الاحترام والتقدير لهم. صحيح، عندهم حصانات الكل عارفه، لكن في 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 فئات ثانيه في المجتمع عندها حصانات يفترض انها تتمتع بها. ليه؟ لان المجال اللي هي فيه القانون ما اضع حصانه ساي. انا اديت الصحفي حصانه عشان تسهل له الدخول، كويس، اديته حصانه عشان ما يتعرض ل انا ما في النهايه انا بنشر في حاجات قد تضرب الاخرين، ممكن في 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 مؤسسه او في زول انا اذا نشرت النشر الصحفي ده لصالح الدوله والمجتمع والعداله لتحقيق عداله، لكن اكيد في شخص ثاني متضرر من ما انا نشرته. هو مذنب، قانون ما قادر يتعامل معي، لكن ممكن يتعامل معي بصوره بتاعت بلطجه ساي. عشان كده القانون اداني حصانه، أداك عشان أنت تقدر تحافظ بها على نفسك، عشان تقدر توصل رسالتك بكل حرية. كويس، إذا المؤسسات دي أدت الكورسات أو وجهت إنه أنا أقول لك كلام بصورة شخصية، أنا في مرة من المرات بتكلم مع جهة نظامية في مشكلة حاصلة، فكان في ضابط برتبة ضابط بيقول لي أنت كصحفي ما عندك حصانة، أنا عادي ممكن أدخلك الحراسة. يعني قلت له كيف يعني؟ قال لي ما عندك البطاقة بتاعتك ده أنا ممكن أكسرها. فده ضابط ما عارف هو، يعني انا لما قريت له انه في قانون كده قال لي ده قانون صحافه مطبوعات قانونك ده، انا ما بمشي عليه. قانون طالع من الدوله وطالع من البرلمان، اجازه برلمان وبتعمل به الدوله، اذا هو ما عارف يمكن يكون متعمد، او حقيقه انا ارجح 90% انه هو جاهل بالقانون بس ما عارف ما متعمد. فبيبقى في ممارسه بتاعت افراد. احنا لو اخذنا ممارسه الافراد ككل، اي فرد من الافراد مارسنا معاهم العداء، انه انا يعني في فرد بتاع شرطه مثلا حصل لي معه اشكال، انا ما بعمل بقول مؤسسه الشرطه كلها عندها اعداء مع الصحفيين، صحيح، ولا بقول عندها اعداء مع المحامين ان كنت محامي، صحيح، ولا صحيح بقول الجيش عنده اعداء معي انا كصحفي او مع الصحفيين، لكن انا عارف انه في افراد يتعودوا على الحاجه دي، لانه النظام السابق كان هم بيشوفوا بعينهم وبيقروا انه جهاز الامن قبض الصحفي الفلاني، الشرطه قبضت فلان، دخلت فلان حراسه، ضربوه هنا الشرطه، ما لقى حقه. هم افتكروا انه الموضوع ده بالسهوله دي، لكن لانه الموضوع ده كان حاميه نظام سابق داير كده. لكن الان النظام الحالي ما داير كده. في ظل النظام السابق كان في صحفيين عندهم كلمتهم وعندهم سطوتهم، وتخيل لي هم ديل الاسي بيقولوا انه يعني نحن ممارس علينا ضغوط وغيره. يعني كان في الزمن السابق ما في ضغوط، لكن هسي في ظل الحكومة الحالية في ضغوط. أيوة. أنا داير أسأل سؤال، هسي الآن الضغوط جاية من وين؟ هسي في جريدة جهاز الأمن قاعد صادرة، في زول كتب كلام، شوف لما أنا أديتك الحق والحصانة وأنك أكتب ما تتجاوز، لكن جهاز الأمن ما يوقف جريدتك، ما يصادرة من المطبعة، ما يقبض صحفي من يمشي وديه المعتقل بدون توجيه تهمة، في نيابات متخصصة، في نيابة الصحافة والمطبوعات، في نيابة الجرائم المعلوماتية، إذا أنت صحفية أو مواطنة كتبتي في الواتساب في الفيس في أي من وسائل التواصل الاجتماعي ضدي أنا بمشي بقاضيك عن طريق القانون، عن طريق النيابة، وبعمل عريضة وبتتحرى وتتحقق إنه تماما ميسوم مذنبة، بتصدر لك أمر قبضي تجيبك تعاقبك أو تتحرى معك. ما معناها إنه كنت الفضاء مفتوح إنك ممكن تكتب أي شيء، أكتب أي شيء، لكن لما الجهة المتضررة تلقى انك انت كتبت في جريده بتواجهها بالقانون، بتواجهك بالقانون، صحيح، ما بتواجهك بالتعسف. فانت كصحفي والامر ما شخصي، فانت يعني كصحفي لو بتفتكر انه هسي الان في 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 ضيق عليك او في خناق عليك، يبقى
انت معناه يعني ما عندك قضيه. نعم. اذا عندك قضيه حقيقيه قاعد تكتب فيها وقضيه خاليه من اي اغراض شخصيه او 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 اي اشياء اخرى. نعم. ما في زول حيسالك. لكن برضو بناكد ونقول مهما بلغ الامر ما بين الصحفي والجهه المتضرره ما بتصل مرحله الضرب. هي ما بتصل، هي مفترض ما مفروض تصل مرحله الضرب. هو مش الضرب، هو الطبيعي يا استاذه. نعم. الطبيعي في الانسانيه وفي البشر ما مفروض، مفروض يتضاربوا؟ لا، الطبيعي انك حتى اذا كانت شرطه، جيش، جهات امنيه، انا مذنب، انا. نعم. عملت اي حاجه، هل في زول يعني يعني بالعقل كده يعني انا معقول يتزول تضرب يتزول تضرب زول ثاني؟ نعم. يعني ما في منطق. صحيح. بخلي الناس تصل لمضاربات ان. صحيح. كنت صحفي او مواطن عادي. صحيح. او كنت اي اسلوب. صحيح. من الاساليب الضرب ما. صحيح. وسيله. صحيح. الوسيله هي القانون. صحيح. اذا انت ما نحت الليله حسي انت هنا جاك امر قبض وما نحتي. نعم. قلت للشرطه ما بمشي. نعم. عديل كده ما ماشي معاكم. جاك شرطي واحد قال لك نحن دانك يا استاذ تفضلي معنا، قلت له ما ماشي. نعم. ما بيضاربك. صحيح. بيعمل شنو؟ بيمشي بجيب قوه زياده. بعدين تتعارضي، عندهم قانونهم. صحيح. كويس. انت ممكن القوه تستخدمها معك في مرحله معينه من المراحل في لحظه الممانعه، لكن القوه بتستخدم من قبل بموجب شنو؟ بموجب قانون. نعم. وفي اطار القانون. يعني ما المفروض انا اتعرض للضرب لدرجه انه احتاج امشي المستشفى؟ ما في ضرب يضربك عشان تصل المستشفى. صحيح. في بالذات لو صحفي. انا عايزه اكد على الحته دي، انت لما تتكلم عن مواطن، المواطن طبعا فوق لراسنا كلنا، واحنا في مجال الصحافه شغالين ليهم، لكن لما يكون عندنا زميل صحفي بيتعرض للضرب كانما احنا كلنا اتضربنا. يعني الحاجه دي انعكاسات على قراءات المجتمع ما كويسه يا استاذه. بغض. نعم. النظر عن الصحفيين. نعم. لا ما صمنا النظر على لا نحن بنرفض بغض النظر. نعم. بنرفض الفعل تجاه اي زول. صحيح. كويس. المواطن ده انا. صحيح. شايف انه لكن لما نتعرض حاجه فينا. نعم. تفتكر انه كلمه المواطن ده حاجه. نعم. قليله في الدوله. نعم. لما نقول لك اخذ مواطن سائل. لا لا ما قليل يعني طبعا، حسيت لما كلنا شغالين ليه. لما انت تقول انا. نعم. مواطن، انا اسي قاعده في التلفزيون شغاله للمشاهد. طيب. اللي هو المواطن العادي. لما انت تقول انا مواطن، انت عارفه مواطن دي في العالم شنو يعني؟ ايوه. المواطن نمره واحد. نعم. المواطن السعي. صحيح. الما صحفي، الما محامي، الما قاضي، الما شرطي، الما جيش، الما قاضي، الما وزير. انت لما تقول انا مواطن معناه خلاص. تعرف انه انت لو نظامي او قاضي او محامي او صحفي في مواقف برا، ما بقوله انا كده، بقول انا مواطن عشان يتمتع بحقوق. صحيح. اكثر من اللي عنده. اي لانه انت ما يعني احيانا مهنتك بتكون عليها مسؤوليات. عليها مسؤوليات ثانيه. صحيح. كويس. انا شفت الموقف ده في واحده من الدول العربيه من دول الخليج. فواحد يعني خليجي وجات الشرطة، فأول حاجة قال لي أنا مواطن، فكأنما هو خدت درع. طبعا. إحنا معاك في الحاجة. طبعاً. دي لكن بنرجع وبنقول إنه يعني لما نتضرب أستاذ مفروض نجيف، لما نتضرب صحفي مفروض نجيف. في ناس قاعدة تضرب. صحيح. لكن. صحيح. لكن نحن لما اتضرب الأستاذ علي. نعم. لأنه هو في مجتمع بتاع صحافة، والصحفيين عملوا وقفة احتجاجية، والمجلس مجلس القومي للصحافة والمطبوعات طلع معاه. نعم. وكل الناس طلعت. نعم. بقى إنه الموضوع بقى رأي عام. نعم. وبقى تعدي على حاجة مقدسة. ادخلي الآن عندنا محاولة مع أستاذ علي. أستاذ علي معنا في الخط. السلام عليكم، كيف يا أستاذ علي؟ إن شاء الله كويس. احنا لسه ما قادرين نتواصل معك. مساء الخير استاذ علي، انت معانا الان. مرحبا. مرحبا استاذ علي. 40 30 20. السلام عليكم استاذ علي، ان شاء الله كويس. اتكلم برا استاذ علي، انا سامعك داخل الاستوديو. السلام عليكم استاذ علي، والف حمد لله على السلامه وبركه، سمعنا صوتك. طيب يبدو انه هو ما سامعنا استاذ ايمن، احنا نواصل في نفس النقطه اللي وقفتك فيها. ما بعدين ما تقول المذيعه دي قطعتك. لا كثير. لا ما مشكله. ما للضروره. شوفي انا بقول لك ال ال احنا ما من حقنا نقول لضروري تخط مواطن. نعم. او كده. نعم. او انت اخي صحفي يعني شنو. شوفي انا داير اقول حاجه معينه، انه الوضع المهن. الوضع اللي اتخلق. صحيح. نحن مع كامل احترامنا وتقديرنا القوات النظاميه هي بتحمينا. صح. وهي قوات لها حصانات وليها ونحن بنسندها في كثير. صحيح. في افراد يعني انا اللي ما ممكن اقول 100% او 50% او 30% او 20%. ما بنقدر. هم سيئين. نسبة. في نسبه بتاعت زي ما في صحفيين سيئين طبعا، وفي مواطنين سيئين. صحيح. وفي اي فئه في المجتمع طالما انت بني ادم. صحيح. اي تجربه انسانيه او فيها بني ادم فيها اخطاء. صحيح. فيها ناس مخطئين. صحيح. فانا ما ممكن اقول كلهم هم ملائكه. صحيح. القوات النظاميه يجب ان تتحلى بنفس الحاجات. لكن. صحيح. لكن الطريقه اللي 30 سنه دخلت في ذهن الناس كلها وخلقت الحاجات دي، خلقت انه الجهات النظاميه هي حتات مقدسه وما عداها
توابع مفروض ما يكون عندهم اي حقوق، ما تقول انا شنو ذاتي، ما ممكن تتكلم عن اي حاجه. صحيح. دي يعني كلمه ده ملكي ساكت. ايوه هم طبعا كلمه ملكي او مواطن نبذ عندهم. نعم. لو قال لك انت ملكي كده في بعض الناس، في بعض نعم الناس بالتاكيد، في بعض ما كلهم. انا بفتكر انه الدور كبير السلوك بتاع الشرطه السودانيه والقوات النظاميه بصوره عامه سلوك ممكن اصفه به جيد. صحيح. جيد جدا كويس مع 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 مع, مع الحاجات اللي بتحصل من الافراد. حاسس يعني احنا اذا حصل من من طيب واحد يا إذا حصل أيمن واحد اعلامي حصل منه نعم اي فعل مشين او فعل سيء او اعتدى او كتب كلام في زول ما حقيقي. صحيح. وفي ناس كثيره قاعد تكتب في اعراض ناس نعم وبتكتب في حق ناس اخرين بدون ذنب. انا طبعا مطالبه اقول الراي الاخر، يعني حتى اذا في العسكريه نفسها بيقول لك يعني الخير بيخص والشر بعم. طيب الناس ممكن نصف يصفونا نعم يعني هسي الناس هسي في الشارع بتقول لك يا هو الصحفيين يا هو الكتابات دي أي. يعني ليه؟ لانه مرات بيصفونه يقول لك في ده مرتشي بدفع لك وتبقى بنلقى الحاجه، لانه في ناس في مسؤولين بيكتبوا بيتعرضوا لاعراض ناس ما ملتزمين بالمهنه نعم. او بقوانين وباخلاق المهنه ذاتها نعم. ومواثيقها نعم. عشان يحكوا صوره كويسه عننا. نفس الحاجه دي حاصله للجهات النظاميه نعم. هم بيفتكروا انه في ناس بيخرجوا عن الحاجات دي وبيجيبوا لهم اساءات او بيجيبوا لهم الكلام. نعم. طيب الصراع الحاصل ده كله أنا دار أديك تجربة على المحتوى. أنا أديك تجربة حصلت. نعم. مثلا إحنا كصحفيين مشينا استاد الهلال ده نحضر كورة نعم. يعني كده كنا صحفيين رياضيين في جريدة مشينا ببطاقاتنا عشان ندخل المباراة، ده شغلنا عشان نكتب. كتبنا إنه في مباراة وخلينا الجمهور يجي لأنه قرأ الجرائد وعرف إنه في مباراة. صحيح. ومكان عملنا الحقيقي هو في الاستاد ده. صحيح. فجينا الاستاد عشان ندخل الكلام ده قبل فترة، يعني قبل كم سنة عشان ندخل الكورة. فالباب ده بيقول لك لا انتوا شنو صحفيين، لا مشوا ليه الباب الثاني. احنا مشينا زي 4-5 بوابات نمشي نجي. اخر حاجه لما وقفنا في الباب في لا مؤاخذه الكلاب البوليسيه جايه تدخل الكوره، وقفونا بجنب قالوا خلي الكلاب تدخل. دخلت انا اقول لك كلام، في رئيس تحرير واقف معانا، في 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 واحد من الناس المنظمين للمباراه من الجهات النظاميه بعصايه لزاو كده قال له ارجع كده انت صحفي شنو يعني. انا الموقف ده خلانا نتخذ موقف كلنا ما ندخل المباراه ونطلع نمشي. نعم. رجعنا. ليه؟ لانه انا عندي بطاقه وعندي اذن من الاتحاد العام اني ادخل الكوره. لكن في نفس الموقف جاء زول نظامي ما لابس كاكي طلع بطاقته خلوه دخل، ما داري ما شغال يعني في تنظيم المباراه وما لابس كاكي عشان نقول ده من المنظمين للامن، ما جاي هو عشان يشتغل شغل معين، جاي يشوف، لكن لانه هو نظامي خلوه خشه. لكن انت كصحفي جاي تكتب لا انا ممكن استحقرك. نعم. الحاجه دي ليه؟ لانه ما كان في جهه بتدافع عننا. نعم. كويس. وانا ارجع واقول انه السلوك ده بس كانت في جهه لكن مؤسسة. ما كانت قاعده تدافع، هي موجوده الجهه. السلوك ما سلوك. نعم. مؤسسه. نعم. سلوك افراد. صحيح. يجب انهم يتغيدوا او تكون. نعم. في تجاههم اجراءات. صحيح. انك انت. صحيح. الحاجه دي لما انت تمشي برا نعم بتلقى نفسك انت كصحفي بتتخيل انك انت في السودان صحفي. صحيح. لكن لما تطلع برا البلد دي اي موقف يقابلك بتحس بنفسك انت حقيقي صحفي. صحيح. يعني انت يعني بتجي عندك وده سبب رئيسي خلى الناس كلها تهاجر تمشي هناك لانه في احترام لمهنتك. صحيح. انا بشكرك استاذ ايمن بدوي الصحفي، وكنا عايزين نتكلم مع استاذ علي الدالي يعني في الموضوع نفسه، لكن يظل الاعلام قضيه مفتوحه والحريات. علي نعم. من ناحيه انه كنت شاهد يعني على مجرد ما الحدث حصل كنت. نعم. واحد من الناس الوصلت. نعم. في خلال 10 او ربع ساعه وصلت محل الحدث وتحركنا وحصل له وحصل للاستاذ محمد مصطفى برضه في. نعم. نفس الشيء في اسبوع. صحيح. واحد. صحيح. في قاعه الصداقه. نعم. انه الحصل تعرض علي لمشاجره وهو ما طرف فيها فتدخل انه بعض الجهات جهات نظاميه انهم في حادث قدامه فتدخلوا كواسط خير زي السودانيين العاديين انه انت ليه ماشي سريع في الشارع ضيق وكده. فبعد ذاك تعرضوا انهم قلعوا لوحات عربيتهم هم ذاتهم الراكبين الجهات قلعت لوحاتهم ما معروفه يعني لحد اللوحات ما ظهرت. فبعد ذاك علي تكلم مع الناس انه ما من حقكم كده انت شنو ما انت شنو انا صحفي صحفي يعني شنو. كان هذا الاسلوب كده يتضرب لانه طلع بطاقته وقال انا صحفي يتضرب لحد وصل لمرحله انه اغمى عليه ومشينا الجسم. لكن لما مشينا الجسم نعم. كل القوات في الجسم. نعم. وقفت معانا أكيد. حصلتنا احنا حنسمع وجهة نظر استاذ علي الدالي ان شاء الله من خلال الحلقات القادمات. وبنشكرك ولضيق الزمن احنا مضطرين نقول لك يعني المساحه الموجوده الان يعني حنختمها، لكن تظل المساحات في الحديث عن حريه الصحافه والمتطلبات منها في فتره ما بعد الثوره اللي احنا عايشينها الان دائما مفتوحه.
صراحه، ودائما المكان مفتوح لك استاذ ايمن بدوي، وشكرا جزيلا للحضور. انا بقول حاجه يعني اخيره، والله انا ما عندي زمن استاذ، يجب انه نتغيد. نعم. بالحريات الممنوحه لنا. نعم. الله يعني نعرض امن الدوله او امن المواطن لاي اضرار بنشر. نعم. حاجات ثانيه، وفي نفس الوقت نطالب بحقوقنا كصحفيين. طبعا حقوقنا حقوق وواجبات. شكرا. نعم. جزيلا استاذ ايمن صحفي، شكرا جزيلا. نحن متواصلين معكم متابعينا عبر 24 جراد، بعد فاصل قصير نعود للتواصل مره اخرى، كونوا معنا.